زفان تفضل. شو يا زفان كيف حاسس حالك؟ ستيريو كتر خيرك الله. كيف يعني؟ كله موديل جديد جاي أرماني ستيريو. مش عم بفهم. أنا كمان. طيب كيف أرماني ستيريو؟ ستيريو هيدا لبنان هيك صارت ستيريو. اجت بده بيشتغل مشان لبنان كلك يا حمار يا زفان صار خزوق ستيريو. لك طيب ما خلصنا من القصة ما نضل نفكر فيها؟ أيوة. لا مش لازم نفكر فيها. كيف ما بدي فيها؟ كيف ما بدي فيها؟ نحن أرمني حمامي كان هون هون مشان حب وإيمان لبنان كلك هيك بيعمل مش الحمامة؟ زعران. زعران بده بوليس. خبرنا بوليس كيف قطع شوف إجا بوليس هون بوليس هون هيك ستيريو صار يعمل هيك راسه ستيريو. شوفي ما في شيء. شو بعمل؟ قال هي زعلانة ستيريو. الله بيعود قال شو الله؟ كيف الله؟ وين الله؟ هون ولا هون؟ ما في. أنا بده بيعود من هون من هون ستيريو خذ بنطلون. لك طيب ما أنت بدك تجرب تنسى الموضوع. ستيريو اثنين موضوع فيه بيروح واحد بيجي واحد عم بقول أنت روحي أرمينيا إذا أنت مش لبناني. مين قال لك؟ هلا نحن أنا لبناني؟ طبعا أنت لبناني. أنا ستيريو أرمني لبناني. لك لا شو ستيريو أنت لبناني خلاص. عم بيقول إذا لبناني لازم موقف بحارب ما بده أرمني. نحن ما دخلك حرب لبناني. مش ضروري تحاربه. بصير أوكي أنت أرمني أنا بضربك أنت مش لبناني. ليش بتقولون أنا أرمني وما دخلني بيناتكم بس لبناني؟ كيف لبناني إذا ما دخل؟ لأنك أرمني ما دخل. أرمني مش لبناني. لا ما ما ما, ما. أرمني ولبناني. ستيريو صار أرمني لبناني مش معروف ستيريو صار. ما بتفضل شو بتقولي له هذا؟ نقاش؟ هودي بده النقاش؟ معليش دكتور روح عليهم شوي. أرمني لبناني ما أرمني لبناني. ستيريو صار حكيم ستيريو صار ستيريو. روح لمحلك كتر خيرك الله.